عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قناتكم كما شفتوها في ام اش كويزين اند فلوغز. اللي غادي يشوفوا الفيديو لاول مره نقول لكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس هكا باش نجيب لكم الجديد، ونكونوا دائما حاضرين ان شاء الله. كما كنتوا تشوفوا اليوم درت معكم الروتين تاع الفول اللي كنت شاركت معكم من قبل واحد الفيديو اللي غرسنا فيه الفول، واللي اول مره كانت التجربه تاعنا. دوك نخليه لكم في صندوق الوصف باش تشوفوه، وجيت نوريكم النتيجه باللي الفول تاعنا الحمد لله استقلنا، وكما راكم تشوفوا حبه ما شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم الجوله خفيفه معايا في الفاكهه اللي وجدت، والحاجه اللي وجدت ان شاء الله غادي نشاركها معكم، ومنها الفول اللي راه واجد غادي نقلعوه اليوم ان شاء الله معكم. وخليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا كامل واش فيه في الروتين هذا تاعي داخل في الدار عندي، وتشوفوا الطاووس اللي جبناه جديد ونشارك معكم الطاووس. تروحوا معايا تاني نشري واحدة دجاجة، نشارك معكم الدجاجة اللي شريتها، وخليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا كاع هاد الصوالح ان شاء الله. هنا البنات كما كنتوا تشوفوا هذا المليس، حنا نقولوا له المليس في المدينه اللي ساكنه فيها انا. ما شاء الله راها الحبه واجده، الحبه كبيره ما شاء الله. كما تشوفوا هذا العام درنا له هذا الفينه من الفوق، لانه العام اللي فات كله لنا كاع واحد الطير كاع نقبه لنا وخسر لنا. هذا العام درنا له هذه باش قدر الحمد لله قدينا يعني ناكلوا منه. ما شاء الله الحبه حلوه ما شاء الله. وهنا بغيت نشارك معكم الشجره تاع التوت ثاني وجدت، وصايب بدا يطيح كاع التوت ما شاء الله، يعني شجره كبيره وقلعت واحد شويه باش ناكلوه. كاين اللي راه واجد وكاين اللي مازال ما وجدش. كيما تعرفوا التوت كي تحمر هذيك الحبه صايب بدا وحده هي يطيح في الارض ويكون واجد باش يتكل. شوفوا ما شاء الله. التوت تاعنا راه طايح كاع في الارض، شوفوا حتى يعني كميه كبيره قاعده تطيح في الارض. نخليكم انا تكملوا الفيديو تشوفوا كاع واش فيه. هذا الروتين متنوع شويه، وتشوفوا كيفاش كنا نقلعوا في الفول تاعنا. هنا راح نقلعوا الفول، نتلاقوا ان شاء الله بعد حين. Thank you.
الله يبارك. درت القصبر، شوفوا ما شاء الله كراه كبير، الريحة ما نحكي لكمش ما شاء الله. شوفوا نشارك معكم الطاوس تاعنا ما شاء الله، ها هو الدكار والانثى تاعها هايله منا. وديروا البيض نصور. كما راكم تشوفوا الطاوس، الانثى تاع الطاوس راها محضنة على البيض تاعها، جابت ربع حبات تاع بيض. كما نعرفوا الطاوس يبيض خطرة في العام من ربع حبات حتى 8 حبات تاع بيض. انا جابت دارت ربعة وراها محضنة عليهم كما راكم تشوفوا. وهذا الطاوس تاعنا، الطاوس راه بدا يطير له الريش تاعه. كما نعرفوا في مع المشتى يدير واحد جديد، وهذا الوقت يقعد يطير حتى اللي يروح كاع. شوفوا سبحان الله، راني سبقت وكنت صورت لكم واحد الزوج بيضات وكملت ربعة وحضنت عليهم. هذا هو المحل بناس بوليغون كاناستيل، دوك ندخلكم معايا وتشوفوا معايا باش نشري الدجاجة. عندهم الأشجار، عندهم الماكلة تاع الحيوانات. هذا هو المحل من الداخل، عندها كاع الماكلات تاع الحيوانات تقريبا. غير ما نزيد نكمل لكم، هذا في أليكانتي في بوليغونو كاناستيل سان فيسانتي دي راسبي. واي استفسار ولا خلوا لي في لي كومونتير كما العاده وانا نجاوبكم، ولا دخلوا عندي الانستغرام مرحبا بكم ونجاوبكم. يبيعوا الحيوانات، عندهم الدجاج، عندهم شحال من حاجه، وهذه الماكله تاع الطيور، تاع كلشي تاع كاع الماكله كاع كاين عندهم. كما كنتو تشوفوا حتى عندهم حتى لي فخوي والخضره هكا بيو يبيعوها.
الحيط على الأرانب. وهنا جيت نخير الدجاجة معكم، بغيت واحد الدجاجة مع اللي راهم عندي. سيسي وهادو هما اللي كاين يبيعوا هاد الحجل، حنا نقولوا له الحجل. عندهم هذا سموه تاني غاليناس دي راسا، سموهم يعني جايين شويه كبار وشابين. هذه اللي شريتها انا جايه صغيره شويه، عجبتني شريتها، دوك تكبر مع الوقت. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الروتين الخفيف ويكون خفيف على قلوبكم ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.